أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على الود والخير. نلتقي وإياكم في فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة القمر القرآنية الوطنية الأولى، والتي يقيمها معهد القرآن الكريم التابع للمجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية. وبالتأكيد هذه المسابقة تقام بالتعاون مع وزارة التربية العراقية. جمعت لنا طلبتنا الأحبة من عراقنا الحبيب من شماله إلى جنوبه، اجتمعوا هنا تحت لواء حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، ليغترفوا من جوده ومن معين قربته المباركة، وينهلوا من عذب القرآن الكريم في هذه الرحاب وهذه الأيام الطيبة والمباركة. ما أجمل التواجد وما أجمل الأنس بما أدوا في المرحلة الأولى، تأهل معنا عن الثانوي، وهذه الحلقة إن شاء الله ستكون مخصصة لنهائي المرحلة الثانوية، لنتعرف من خلالها إن شاء الله على من هو صاحب المركز الأول والثاني والثالث وأبطال هذه المسابقة. وبالتأكيد كل من شارك حصل على نصيب عظيم من الأجر والثواب، والتواجد هنا وتعرف على الكثير من الأحبة حملة القرآن الكريم، اجتمعوا وتوحدت قلوبهم تحت قبة سيد الفضل والجود والإباء بالفضل العباس عليه السلام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. في ختام هذه المرحلة والمخصصة للمرحلة هذه المرحلة النهائية والمخصصة للمرحلة الثانوية إن شاء الله، وبداية أرحب بالأحبة من شاركونا في هذه المسابقة، السادة أعضاء لجنة التحكيم، وأبدأ من أستاذي الدكتور محمد عبد مشكور، حياكم الله أستاذنا الفاضل. كذلك تحية لقارئنا الحبيب قارئ العتبتين المقدستين السيد مصطفى الغالبي، وأستاذنا القدير الحاج علاء الدين حمود، حياكم الله. وكذلك قارئنا الحبيب ومن شنف أسماعنا بتلاواته الطيبة السيد حيدر جلوخان، قارئ العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، حياكم الله أساتذتنا الكرام. وتحية لكل المشاهدين ولكل الحاضرين في فعاليات هذه المسابقة. إن شاء الله سنتعرف على صاحب المركز الأول والثاني والثالث، لكن في ختام هذه الحلقة ونبدأ إن شاء الله من جاءنا ممثلا عن الأوصاف الثالثة، جاءنا من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد المتسابق أحمد رزاق لفتة، فليتفضل مشفوعا بذكر من سمي في التوراة والإنجيل أحمد وفي القرآن محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتسابق أحمد رزاق لفتة من تربية الأوصاف الثالثة محافظة بغداد، مشارك عن مرحلة الثانوية، سأتلو عليكم إن شاء الله ما تيسر من سورة الدخان صفحة 498 من الآية 51 إلى الآية 59. فالحمد يصلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من
سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا أحمد على هذا الأداء الجميل، أحسنت كثيرا على هذا الأداء. كان معنا المتسابق أحمد رزاق لفتة من الرصافة الثالثة، وإن شاء الله من بغداد الحبيبة ننتقل لمحافظة المثنى، والمتسابق الذي حقق أعلى الدرجات في المرحلة الماضية هل سيبقى هو صاحب التميز ويحصل على أعلى الدرجات في هذه المرحلة؟ نتمنى له ولسائر المتسابقين الموفقية إن شاء الله. ممثل محافظة المثنى حسين علي جبير، فليتفضل مشفوعا بذكر محمد وآل محمد. أطرافكم بذكر محمد وآل محمد. الاسم حسين علي جبير، جئتكم ممثلاً عن محافظة المثنى. سأقرأ عليكم من سورة الدخان الصفحة 497. 498 عفواً، تصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين.
جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. إذن صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت 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 على هذا الأداء الجميل، أحسنت كثيرا. مشاهدينا الأكارم، ينعقد لسان المقدم عندما يرى ما لا يوصف، فهذا الأنس وهذا الجمال وهذا التصوير الرائع لتلك الآيات المباركات كان أداء، ولا أعلم ما أقول. وأتوجه بالكلمة للسادة أعضاء لجنة التحكيم، دكتور كيف كان الأداء، كيف كان التصوير لهذه الآيات المباركات؟ طالب في الإعدادية يؤدي بهذا الأداء، أنا بودي المشاهد يسمع تعليقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحقيقة لقد كان أداء الطالبين النجيبين كان أداء مميزا. فالأول يعني حقيقة أبهرنا يعني الانتقالات في المقامات، بيات ونهاونت وحجاز ورست، والآخر يعني كان يذكرنا بعمران، أي فكانت حقيقة التلاوتان رائعتين تماما. أحسنتم دكتور، شكرا جزيلا، وشكرا للمتسابقين على هذا الأداء المميز. إن شاء الله سنستمع وإياكم من بعد محافظة المثنى ومتسابقها الذي أدى بكل جمال
سنستمع وإياكم لتلاوة إن شاء الله بالطريقة العراقية للمتسابق سيف همام صافي ممثل محافظة النجف الأشرف، فليتفضل مشفوعا بالصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني الطالب سيف همام صافي من محافظة النجف الأشرف. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا كذلك هو الفضل العظيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإن ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا سيف همام على هذا الأداء الجميل. وقد جاءنا سيف همام من جواري سيدي ومولاي القرآن الناطق أمير المؤمنين. أحسنت على هذا الأداء الجميل بالطريقة العراقية، وبودي أن أتوجه للقارئ سيد حيدر جلوخان وعهدناه يقرأ بالطريقتين المصرية والعراقية. كيف رأيت المتسابق وهو يؤدي بهذه الطريقة، الطريقة العراقية المميزة؟ أحسنتم أستاذ مصطفى، حياكم الله وحيا الله الأساتذة الأكارم والوفود المشاركة. أهلا ومرحبا بكم. حقيقة من دواء السرور أن نرى هكذا طاقات واعدة يؤدون
بهكذا مستوى، حقيقة نلاحظ في أدائهم التلوين والتنويع والتغيير في المسارات الصوتية واللحنية، وهذا يدل على الطاقات والإمكانيات المتميزة لديهم حقيقة. ونلاحظ في الأداء وهم يصورون الآيات بأروع تصوير، إعطاء النغمة المناسبة في الآية المناسبة. فأسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق في هذه الخدمة المباركة. شكرا جزيلا على هذا البيان والتبيان قارئنا الحبيب. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم للمتسابق الأخير في هذه الحلقة، وهو محمد سموئل من بابل، فليتفضل مشفوعا بذكر محمد وآل محمد. الطالب محمد سموئل ناجي من محافظة بابل، أقرأ عليكم من سورة الدخان من الآية 51 إلى الآية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا محمد على هذا الأداء الجميل، ونتمنى لك الموفقية. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم لمعرفة إن شاء الله من هو الفائز بالمركز الأول في مسابقة القمر القرآنية الوطنية، ومن صاحب المركز الثاني والثالث في هذه المسابقة التي أقامها معهد القرآن الكريم التابع للمجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة،
وجمع الأحبة من عراقنا الحبيب احتشدوها هنا في كربلاء تنافسوا بكل جمال. سنتعرف على بطل هذه المسابقة عن مرحلة الثانوي، لكن بعد أن نذهب لفاصل، فاصل من ثم إن شاء الله نعلن النتائج. مشاهدينا الأكارم حياكم الله، عدنا وإياكم لمعرفة من هو الفائز بالمركز الأول، من هو بطل مسابقة القمر القرآنية عن المرحلة الثانوية. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، قلوب الأحبة الأربعة الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وهي نهائي المرحلة الثانوية، أسمعوا خفقانها وكلهم شوق ليعرفوا من هو صاحب المركز الأول والثاني والثالث، وبالتأكيد الرابع لا يريد أن يعلم أنه هو من وفق لتلاوة القرآن الكريم، وفق للتأهل للمرحلة الثانية لكنه لم يحرز مركز من المراكز. أبدأ مع من حل أخيرا ولم يحصل على مركز من هذه المراكز، لكن بالتأكيد هو حصل على مركز متقدم. بماذا؟ بتلاوته للقرآن الكريم، ومن شأنه ومن حقه أن يفخر أيما فخر هو وأساتذته الكرام وأولياء أمره أبويه بالتأكيد، فلديهم ابن اعتلى هذا المنبر المبارك وتلى القرآن. من كان أخيرا ولم يحصل على مركز في المسابقة هو سيف همام صافي من النجف الأشرب بحصوله على 86 درجة ونصف الدرجة، نتمنى له الموفقية وإن شاء الله يكون سيفا وهماما للقرآن الكريم وبالقرآن الكريم. أيها الأحبة، أما صاحب المركز الثالث في هذه المسابقة، من أحرز المركز الثالث عن المرحلة الإعدادية فهو الطالب محمد سموأل من بابل، وقد حصل على 89 درجة ونصف الدرجة. أحسنت يا محمد، وإن شاء الله مركز جميل وموفق على هذا الأداء، ونتمنى لك المزيد من الألق إن شاء الله بالقرآن الكريم. ما بين المركز الأول والثاني فصلت ربع الدرجة. ربع الدرجة هي من جعلت أحدهم بالمركز الثاني والآخر في المركز الأول. أنا أستمع لتلاوتهم فاضت عيوني من الدمع وانعقد لساني على أدائهم الجميل. إن شاء الله هذه التلاوة سمعت وسجلت من قبل الكاميرات بكاميراتي وعيون ملائكة الله، وإن شاء الله يحصل على أعلى المراكز والدرجات يوم الحشر والورود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة أهل القرآن. أيها الأحبة، من كان بالمركز الثاني؟ هل هو أحمد رزاق أم حسين علي؟ هل هو من بغداد أم من المثنى؟ صاحب المركز الثاني، بطل في المركز الثاني في هذه المسابقة هو من جاءنا من جنوب عراقنا الحبيب من المثنى حسين علي، قد حصل على المركز الثاني بحصوله على 90 درجة ونصف الدرجة. أما البطل وصاحب المركز الأول عن مرحلة الثانوي فهو المتسابق أحمد رزاق لفتة من الرصافة الثالثة من بغداد الحبيبة. مبارك لكم جميعا أيها الأحبة، وحتى نتعرف على أبطال المرحلة الابتدائية، إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.